اهم حاجه انت قدمتي للعالم كله مش لروسيا بس، الامان. الامان النهارده عندك في بلدك مختلف تماما عن كل اللي قبل كده. طبعا احنا النهارده مصر 2021 غير مصر 2013 و2012 و2011. طبعا الدنيا مختلفه تماما. انا اللي كانت الاحداث اللي كانت دايما بتوقف لي حركه السياحه مش هي اللي بتوقف لي النهارده. السياحه كانت دايما بتقف في مصر يا اما مشاكل داخليه، ارهاب، مشاكل كان في الوضع السياسي واللي احنا كنا عايشين فيه في 2011 2012. الحاجات دي ما بقتش موجوده. النهارده اللي موقف لي السياحه في بلدنا هي الكورونا. فدي حاجه جلوبال، دي حاجه عالميه، مصر مالهاش يد فيها. مصر زيها زي اي دوله ثانيه في العالم. فانت النهارده انت بس مش قدمتي ضمانات لروسيا، انت قدمتي ضمانات لكل الدنيا. الامان، المطارات النهارده مؤمنه بشكل مش كامل. النهارده يعني عايز اقول لك من اول الكترنج بتاع الاكل بيتحط في الطياره، العاملين بيتعاملوا مع الطياره نفسها. النهارده انت بتدخل منطقه المطار جوه، للعاملين في المطار بتدخل ببصمه صباع، مش بس بالاي دي بتاعك. فيعني الكاميرات الحراريه موجوده في كل حته. احنا عملنا ما لا يعمل. يعني انت النهارده بتتفتش وانت داخل عشان تركب حتى طيارتك، حتى الطيران الداخلي بتتفتش في حوالي 3 بوينت في اي حته في العالم. بتتفتش يا اما بوينت يا اما ماكسيمم 2. احنا عندنا هنا في مصر النهارده بقينا 3. دي حاجه ممكن تكون قد مزعجه شويه للراكب، ولكن دي امان اكتر ليه. فاهمني؟ احنا قدمنا كل ما طلب مننا من الجانب الروسي، احنا عملناه، وعملناه زي ما قال الكتاب بالظبط. احنا كنا منتظرين فقط لا غير قرار سياسي يطلع من الجانبين، القرار الروسي والقرار المصري. لكن التفاوض ده كان موجود من طبعا اكيد من فتره من الجانبين. هم محتاجين ايه مننا، واحنا ازاي بنامن وبنقول احنا عملنا ايه عشان احنا مخلصين يا هبه كل الطلبات اللي طلبت مننا من اخر 2018. من بعد ما خلصنا كده احنا كنا في انتظار القرار يطلع بقى من القرار السياسي يطلع من الرئيس الروسي.